السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معكم من ألعاب. رجعنا لكم اليوم مع هاي اللعبة الغريبة العجيبة في سيج حاصر. إذا بتتذكروا المرة الماضية عملنا منجنيق، هذا المنجنيق ولعبنا فيه المهمة الماضية. هلا هاي المهمة ما راح نلعب فيه، بس أنا راح أورجيكم المنجنيق لهاللي بس اللي هي أول مرة عم يشوفنا حتى يشوف أداء المنجنيق. المنجنيق بصراحة يعني على كيف كون. طيب، يلي بيحب المنجنيق أنا نزلته أساسا عندي على ستيم، فينكم تشوفوه تفرجوا عليه أو فينكم حتى تنزلوه تلعبوا فيه، ما في عندكم أي مشكلة. ليك استعبتوا احترق الخروف، احترق الخروف المسكين. طيب، هلا نحن عندنا مهمة انه نوصل لهون. طبعا بما انه نحن عندنا مهمة انه نوصل لهون، فهذا ما راح يقدر يوصلنا لهونيك، لانه اساسا انا الاطارات هي ما بتفتل، انه حاطه انا بس ليضرب. تمام، فلازم نخترع اختراع جديد، وانا حابب اعمل كل مرحلة اختراع جديد. نحن عنا، خلينا نشوف اول شيء، عنا قنابة بالارض، عنا طريق ضيق فعليا. شو ممكن نعمل؟ انا اللي شايفه افضل شيء انه، ورجينا نشوف، تعالوا نعمل شيء ميتور او من من هالشيء هاد. اوكي تمام، بعدين خلينا، لا هاي اعتقد انه هذا الميتور بيفي بالغرض، بس انا ما حوقف هون على هذا الميتور على هالشكل. راح نعمل، بس قبل خلينا نشوف شلون اداء الميتور. عفوا عفوا عفوا، بس اللعبة ما اخذت عليها بصراحة. ف بس التحكم فيه صعب. الخرفون، ليك خرفون عم يلحقني، تا تا خرفونين هوني. اصحك قنبلة. يا حرام يا حرام يا حرام، ليك 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 ايش عم يلحقوني. اوكي، المركبة حلوة ممتازة، خلينا بس نقويها شوي حتى تليق بالمقام يعني، مو اكتر. خلينا نعمل، خلينا نعمل، خلينا نشوف شو فينا نعملها. اوكي تمام، بعدين نقويها بالحديد. اذا حطيتها هون بظن ما بعرف فيني اقدر هي، بس خلينا نشوف ممكن. ابا خلينا نحطها مثلا عندنا هيك مثلا. فيها الدرع هون، اوف غريب كيف فيها الدرع هيك. حلو، بس ما يأثر على، بس ما يأثر علينا.
اعتقد هذا كبير، خلينا نحط واحد صغير هون. تمام، بعدين ممكن نحط هذا. شو شو هذا؟ شي غريب هذا. لحظة لحظة لحظة، خلينا نلغي هدول وننزل شي مثل شي هيك، نحط هون كمان. اوكي، او ما فيها هط. اها، هاي مقعد. فينا ناكله هيك مثلا؟ لا ما فينا. كي حلو. ها هذا هذيك شي، شوف 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 وين هذا. لا اكيد ما بينا نحط هون على الاطار. ممكن هون. شو هذا؟ لا هيك ما راح، هيك ما راح ينزل ابدا، راح يتكسر هيك. لحظة. اوكي. ليه ما بنعدل ال الإطارات الأمامية، بنخليها أكبر شوي. خلينا نعدل الإطارات الأمامية. شوف هنا، أوه اوكي. حلو. بظن هيك صار فينا نلغي. شو تيلي؟ دول شو وضعهم؟ هدول كبار كثير. ما ده شو وضعه؟ كبير هذا. لو بركي اعتقد كبير. هذا اكبر من هذا بشوي صح؟ تقريبا قده. اوكي طيب، خلينا ندرع. ما حبيته. خلينا ندرع هون. لا كمان لا. طيب خلينا نجرب، بظن هيك كافية. خلينا نجرب شلون أداؤه. اوب 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 انكسر. شو هذا انكسر؟ لا 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 لا، ليك الخروف حابب يموت، ما نعرف عن كيف هذا انكسر. هذا تخيل نلغي هذول.
لان هدول محطوطين هون. اوكي طيب، لحظة 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 لحظة، تمام. هلا فينا نلغي هاد مثلا، نحط محله هاي، تمام. فينا نحط هون هيك، هاي حبيت هاي. يا سلام، هاي بتدور هاي؟ بتدور بس كيف؟ هنا ما بتشوف. ما بتدور، كل حالة بتدور هاي. يا سلام. يلا، الخرفان راح، الخرفان. اوف اوف، وين اجت هاي؟ تمام، حلوة حلوة. خلينا نسيف هذا الجهاز. هاي شكلها صعبة. اوف، في رومات هون. ما عاد لازم ندلع، وفي قنبلة هون. واو، يمكن نحن احذره. شو فينا نضرب القنبلة تفجر من الطريق وتروح الرومات، وبعدين يفوت مندمر هاي وهي، صح؟ هذا التدمير. تدمير هدول التنتين مثل، ايوه تمام. معناتها لازم نخترع جهاز جديد، بس قبل ما نخترع جهاز جديد خلينا نسيف هاد للي بيحب يلعبه، اللي بيحب يستخدمه بعدين. شو نسميه؟ شو بدنا نسميه؟ راح نسميه موتور وور. ها طيب، هلا هذا الجهاز راح ننزله على ستيم، اللي بيحب ياخده موجود عندي على صفحتي ام دي ال نبهان. بحط لكم اياه بحط لكم الرابط تحت بالوصف. وهي انا ما راح العبها هلا، راح اتركها الحلقة الجاية حتى نشوف شو راح نقدر نعمل. جهاز جديد او اختراع جديد يقدر يدمر لنا هذا الحيط، يقتل الرومات، ويدمر هالمبنيين هدول. بحاجة نحن لشي أسلحة متعددة بصراحة. خلينا نشوف شو راح نقدر نبتكر بالحلقة الجاية. إذا مهتمين تعرفوا شو راح يصير بالحلقة الجاية، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أول بأول، وحتى وقتها يومكم سعيد.